السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملوا البارتي ديال لي زيكزيرسيس ديالنا فيما يخص الاناليز. واليوم إن شاء الله نخدموا اكزيرسيس نيميرو 105 فيما يخص الاناليز بالنسبة للناس اللي مشاركين معنا في العرض. واليوم إن شاء الله غادي نهضروا على لا فونكسيون ارك تانجونت. حيت كنهضروا على لا فونكسيون ارك تانجونت خاصنا نراجعوا لا فونكسيون تانجونت عاد نشوفوا ما يسمى بلا فونكسيون ريسيبروك ديال لا فونكسيون تانجونت وهي ارك تانجونت. مزيان. الوغ نقراو لا كيسيون الاول. كومون لا فونكسيون اف ايغال لو ارك تانجونت دو اكس ايتي ديفيني مونتري كو ال اي ديريفابل سور ار اي كو سا ديريفي اي ان مقسوم على 1 بلس اكس او كار. كما كنشوفوا ان لا كيسيون الاول بسيطه بزاف. علاه؟ لانها كيسيون دو كور في سامبلون. قبل ما نعرفوا ارك تانجونت دو اكس خاصنا نعرفوا بلا فونكسيون تانجونت. الوغ كتبوا هنايا اون ا لا فونكسيون نسميوها فونكسيون جي. اكزامبل جي هي واحد لا فونكسيون من اكس طون في اش طونجون دو اكس. خاصنا نعرفو اول حاجه بلا فونكسيون طونجون. كنعرفو ان لا فونكسيون طونجون بكل سهوله كيفاش معرفه في بي سور دو او موان بي سور دو او بيريوديك. يعني كتكون هكا هنا الزيرو كتكون بيريوديك كتعاود اكسيتيرا. يعني ما كتكونش معرفه فاش في بي سور 2 اكسيتيرا 3 بي سور 2 موان 3 بي سور 2 بي سور 2 اكسيتيرا صافي. الوغ حنايا بالنسبه لا فونكسيون حنا الهدف ديالنا هو ارك طونجون دو اكس. يعني خاصنا نهزو هاد البارتي هادي اللي كتحقق لينا لوبجيكتيف صافي. يعني انها ستريكتومون كرواسونت اي كونتيني. يعني ان لا فونكسيون ديالنا مالها بيجيكتيف. يعني انها ادبي ان فونكسيون ريسيبروك. وهاد لا فونكسيون ريسيبروك هي لو ارك طونجون دو اكس. كنعرفوا ان الدومين ديفينيسيون ديال طونجون دو اكس وهي موان بي سور 2 بي سور 2 سي تري بيان. يعني نقدروا نقولوا على ان لا فونكسيون طونجون دو اكس سات لا فونكسيون اي تان كونتيني اي ستريكتومون كرواسونت. كتبوا هنايا اي تان كونتيني استريكتومون. كما كتشوفوا ان هاد الكيسيون هذا كيسيون دو كور. يعني شي حاجه بسيطه بزاف كرواسون. مزيان. الوغ عندنا لا فونكسيون طونجونت اي ان فونكسيون كونتيني استريكتومون كرواسون ماشي سور ار. لا سور هاد المجال هذا اللي حددناه. مزيان. سور لو انترفال اوفير ناقص بي سور 2 et p sur 2. C'est très bien. Alors, اول حاجه شنو درنا؟ عرفنا باش بلا فونكسيون طونجونت. يعني مالها؟ يعني ان لا فونكسيون طونجونت مالها بيجيكتيف. بيجيكتيف. بيجيكتيف سور h سور المجال موان لانفيني موان p sur 2 و p sur 2. C'est très bien. Alors, بغيت تزيد ديمونطريها لو اكسيتيرا علاش ستريكتومون كرواسون. تقدر انك اشتاق طونجون دو اكس. يعني اشتاقو طونجون دو اكس تقول له ان الاشتقاق ديال طونجون دو اكس شكون هو؟ هو واحد بلس طونجون دو اكس صافي او كاري. الوغ هذا ستريكتومون بوزيتيف صافي. لان هذا اوس اثنان يعني بوزيتيف بلس ان راه بوزيتيف. يعني هذا ستريكتومون بوزيتيف. دونك بما ان ستريكتومون بوزيتيف الاشتقاق ديالو دونك يعني ان لا فونكسيون طونجون دو اكس ستريكتومون كرواسون. ها هي نكتبوها هنايا كار كار ونديروها بين قوسين. سي تري بيان. طونجون دو اكس الى حسبنا الاشتقاق ديال طونجون راه شي حاجه بسيطه صافي. حيت كنقولوا الاشتقاق ديال طونجون شكون هي طونجون دو اكس؟ هي سينوس دو اكس مقسوم على اش؟ على الكوس دو اكس. الوغ الى درنا لها الاشتقاق يعني نديرو كلشي الاشتقاق. دونك هنا عندنا اف على جي. اف على جي يعني شي حاجه بديهيه هذه اللي كنرجعو دابا. اف جي موان اف جي يعني الاشتقاق ديال اف والاشتقاق ديال جي مقسومه على جي او كاري. سي تري بيان. سي كوا سا اف؟ هي سينوس يعني الاشتقاق ديال سينوس دو اكس فوا كوس دو اكس ناقص
الاشتقاق ديال عفوا سينوس دو اكس في كوس الاشتقاق ديال كوس دو اكس، مع هذه يعني المقسومة على اش؟ على كوس دو اكس او كاري. سي تري بيان. الوغ شي سامبلومون هنا كنعرفوا ان الاشتقاق ديال السينوس هو الكوس، يعني دونك الاشتقاق ديال السينوس هو الكوس اكس او كاري. الاشتقاق ديال الكوسينوس هو موان سينوس، مع هذه يعني بلوس سينوس اكس او كاري مقسومه على كوس اكس او كاري. نقدروا نكتبوها على هذا الشكل، كنعرفوا ان سينوس او كاري بلوس هي واحد على كوس دو اكس او كاري، وكنعرفوا ان هذه بوزيتيف، دونك هذه ستريكتومون بوزيتيف. تقدر تكتبها على هذا الشكل، تقدر تكتبها على الشكل اللي كما كتبنا كيفاش درنا، يعني فرقنا هذه، يعني كوس على كوس هي كوس دو اكس او كاري مقسومه على كوس دو اكس او كاري بلوس سينوس سينوس دو اكس او كاري مقسومه على كوس دو اكس او كاري. شي سامبلومون هذا اللي يعطينا ان، دونك ان بلوس سينوس على الكوس هي طونجونت، ولكن عندنا او كاري، او كاري يعني طونجونت او كاري، يعني انها طونجونت اكس او كاري. وهذه هي هذه، دونك هذه ستريكتومون بوزيتيف، حيت كنحسبوا الاشتقاق لقاه موجب ستريكتومون بوزيتيف، يعني اكبر قطعا من زيرو فان كنقولوا ستريكتومون كرواسونت. الى لقينا اصغر قطعه من صفر كنقولوا ستريكتومون دي كرواسون، الى لقيناها او تساوي كنقولوا غير كرواسون ولا دي كرواسون، على حساب واش اكبر ولا اصغر او تساوي. صافي مزيان، هذا الشيء شي حاجه بسيطه بزاف احنا شرحنا. الو دابا حنايا اشنو درنا؟ بينا اول حاجه بينا ان هاد لا فونكسيون طونجونت انها ادمي ان فونكسيون ريسيبروك. صافي مناش ادمي ان فونكسيون هي طونجونت، كتبوها هنايا طونجونت اكس، مناش معرفه من موان بي سور دو، بي سور دو طون فيغ اش، طون فيغ ار، هادشي راه شفناه في الكور. يعني هادي ادم، يعني ان هادي مالها بيجيكتيف. علاش بيجيكتيف؟ لانها كونتيني ستريكتومون كرواسون، يعني انها بيجيكتيف، حيت كنقولوا عليها بيجيكتيف يعني انها ادمي ان فونكسيون ريسيبروك، يعني هذه تقلب، يعني لا فونكسيون ريسيبروك هنايا يعني لو انفيرس ديالها، وهي لو ارك طونجونت دو اكس، حيت كنهضروا على ارك طونجونت دو اكس كيتقلبوا، هذا كيولي دومين ديفينيسيون ديال لو ارك طونجونت دو اكس هو ار، بينما الايماج ديال دومين ديفينيسيون او ما يسمى بلونسومبل دو اريفي يعني هي موان بي سور دو اي بي سور دو. سي تري بيان، دونك هذه هي لو ارك طونجونت اللي بغينا نعرفوها، يعني انها ديفيني سور ار. سي تري بيان، اجي نكتبوها هنايا. دونك بما ان هذه بيجيكتيف يعني انها ادمي اون فونكسيون ريسيبروك. سي بيان، ولكن ادمي ان فونكسيون ريسيبروك دونك في هذا المجال ياك من بي سور دو لار. مزيان، شكون هاد لا فونكسيون ريسيبروك اللي قلنا؟ هي اف موان زان، يعني نسميوها اسمو سمينا هادي، سميناها جي، يعني هادي نسميوها جي موان زان. هي اكزاكتومون شكون هي جي موان زان؟ هي اكزاكتومون اف، هي لا فونكسيون اف اللي معرفها مناش من معرفها بارك، نديرو اف دو اكس اكزاكتومون اف دو اكس اللي كتساوي لنا لو ارك طونجونت دو اكس. سي تري بيان، صافي. دونك هاد لا فونكسيون ارك طونجونت دو اكس دابا عرفنا دومين ديفينيسيون ديالها اكسيتيرا، صافي. دونك هادي اي كونتيني، كنعرفوا انها كونتيني فاش؟ في المجموعه التعريف ديالها. فين مجموعه التعريف ديالها؟ هي ار، يعني ان هادي لا فونكسيون ارك طونجونت اي كونتيني et strictement croissante sur H sur R. C'est très bien. Alors c'est bien, il y a une continue et strictement croissante sur R. Les NA qui ont fait la même propriété de l'aslia de la tangente de X. Ça fait bien. الى جينا نشوفوها بالرسم بالنسبه لارك طونجونت دو اكس بالرسم راه بسيطه، يعني هنايا غادي تولي بي سور دو،
وهنايا موان بي سور دو سي تري بيان، يعني امبوسيبل تفوت هنا. هذا هو الدومين ديفينيسيون، ماشي الدومين ديفينيسيون، هو الايماج ديالها، الايماج ديالها ما يفوتناش هاد البارتي هادي صافي، يعني الايماج ديالها محصور ما بين هاد الجوج. سي تري بيان، وهي كي دايره دايره بحال هكا، يعني معرفه في ار كامله، يعني كاينه في ار كامله، يعني في بلوس لانفيني وموان لانفيني، يعني معرفه من هادي ستريكتومون كرواسونت اي كونتيني. كما كنلاحظوا ان لا فونكسيون ارك تانجونت دو اكس. مزيان، الوغ نكملوا، نحيو هاد الشيء ونكملوا. الوغ دونك ستريكتومون كرواسونت اي ديريفابل، دونك لا ديريفابل نقدروا نزيدوها هنايا، اي ديريفابل اي ديريفابل سور اش سور ار. مزيان، يعني قابله للاشتقاق سور ار. سي تري بيان. الوغ هذا فيما يخص لا بروميير كيسيون. مزيان، اي قال كالكولي، دونك كالكولي الاشتقاق، دونك كنعرفوا انها ديريفابل سور ار، يعني نقدروا نشتقوها سور ار، يعني الاشتقاق نلقاوه معرف في ار. هادشي اللي غادي نشوفوا. كما كنلاحظوا غنحاولوا نحسبوا الاشتقاق. اشنو عندنا؟ كنعرفوا اول حاجه ان الاشتقاق ديال لو ارك تانجونت دو اكس ماشي اون ديكتومون نحطوا له، لا، ان الاشتقاق ديال هذا اش كيساوي لنا؟ كنعرفوا واحد القاعده كنا كنديروها في الكور، اف موان زان دو اكس، الاشتقاق ديال لا فونكسيون ريسيبروك، وهي ان مقسومه على اف بريم، وكنحسبوا الايماج ديال اف موان زان دو اكس. لا ميم شوز هنايا، ها هي ان مقسومه على اش؟ على الاشتقاق ديال اف. شكون هي اف؟ هي الداله طونجونت، الاشتقاق نتاع طونجونت دو اكس، ها هي طونجونت دو اكس، حيث اكس باش غنروبلاسيو ب اف موان زان دو اكس. شكون هو اف موان زان دو اكس؟ هو لو ارك، يعني لو ارك طونجونت دو اكس. مزيان، شكون هو الاشتقاق ديال طونجونت دو اكس؟ حنا حسبنا ها هو واحد زائد، يعني عطينا واحد مقسومه على واحد زائد طونجونت، وبلاصه اكس غنرو بلاصيها باش بارك ارك طونجونت دو اكس. كنعرفوا واحد القاعده ما نساوش، دونك شنو عندنا هنايا؟ او كاري، صافي ما نساوش او كاري، هي او كاري. سي تري بيان، عندنا واحد القاعده مهمه، دونك هاد او كاري راه كتحتاج بالنسبه للطونجونت. سي تري بيان، يعني نعوضنا اكس باش بارك طونجونت، وما نساوش هاد او كاري، هذه هي اللي هنا هنايا. مزيان، واحد القاعده بسيطه اش كتقولك؟ كتقولك ان اف الا درنا الايماج ديال واحد الداله اكسيه اف موان زا، تعطينا اكزاكتومون اكس، حيث بورتوت اكس ابارتيان ا ار، ما كاينش المشكل. لا ميم شوز الا درنا الاكس اف موان زا ديال اف دو اكس، اشنو تساوي لنا؟ تساوي لنا اكزاكتومون اكس، بورتوت اكس ابارتيان ا ار. دونك هادشي خاصو يكون مضبوط. سي بيان، غادي نطبقوها على هنايا، طونجونت ارك طونجونت دو اكس كيساوي لنا اكس اكس او كاري، دونك تعطينا واحد زائد اكس او كاري، دونك هنا واحد على واحد زائد اكس او كاري. سي تري بيان، هذا هو الاشتقاق كما كنشوفو، هو واحد مقسومه على واحد زائد اكس او كاري. كما كتشوف ان هاد اكس دونك واحد هي فونكسيون غاسيونيل، يعني لتحت ما خاصوش يساوي الصفر، ولتحت امبوسيبل يساوي الصفر، لان واحد زائد اكس او كاري ستريكتومون بوزيتيف، لان اكس او كاري بوزيتيف، ولي بوزيتيف امبوسيبل تساوي لنا صفر، يعني هادي معرفه سيغ ار، يعني بوغ توت اكس ابارتيان ار. داكشي علاش كانت ديفيرها هي ديريفابل سيغ ار، ما عندناش المشكل. سي بيان، الوغ هذا فيما يخص لا كيستيون الاول. كيستيون الاول عباره على كيستيون دو كور، يعني نمحيو هادشي اللي درنا ونكملوا لا كيسيون ديالنا. دابا لا كيسيون 2، قالك مونطري كو لا فونكسيون جي، سي ا فونكسيون جي، سي بيان، جي اللي كتساوي لنا ارك طونجونت ديال واحد على واحد زائد اكس بلس اكس او كاري، ديفيني سور ار، اي ديريفابل سور ار، اي كالكولي لا ديريفي جي، جي دو بريم. عادي، اصلا تبع معايا وركز لي في هاد لو بوين مزيان، راهو كان ما عطاناش هادي، ما قالكش مونتري كو ان ديريفابل سور ار، وجا قالك كالكولي سا ديريفي، حسبنا هاد الديريفي سور ار، راه خاصك تبينها قبل وبعدا ديريفابل. هاد الحق عندك، عاد عندك الحق انك تحسب الاشتقاق. ركز لي في هاد لو بوين، شحال من بروف كيلعب على هاد لي بيج هادو، وبحال اكزومبل في الباك، حيت كيقولك لا كيستيون، عقلتو على لا كيستيون داك البسيط، كيقول كالكولي جي دو واحد،
قبل جي دو واحد خاص تبين ان واحد كينتمي للدومين ديفينيسيون ديال جي، خاصك تبين ان واحد كتقول له ان واحد انه كينتمي لمجموعه التعريف ار نكتبوها دي دو جي، يعني مجموعه التعريف ديال جي. هذا باش كتحسب الايماج. الا ما كتبتيش هادو كتنقص لك واحد 0.15 ولا على حسب، اذا كان هذا 0.5 كيعطيوك واحد 0.25 كتمشي في هذا ولا 0.15 اكسيتيرا الا ما قلتيش هاد لو بوين هادي. ولكن هنايا في لافاك اكسيتيرا خاصك تجاوب كل شيء ولا السؤال غادي يمشي كامل ما كيكونش مزيان. الوغ هذا دونك ما فيهش لي بيج، قال كبين ان ديريفال عاد تحسب عاد كالكولي لا ديريفي جي بريم. مزيان. الوغ باش نبينوها انها ديريفابل، حنا كنعرفوا ان ارك طونجونت دو اكس ديريفابل سيغ ار. مزيان. واش ماغور وكنعرفوا ان هذه اللي عودناها بلاصه اكس واحد على واحد زائد اكس زائد اكس او كاري سي ان فونكسيون راسيونيل، وكنعرفوا ان توت فونكسيون راسيونيل اي ديريفابل سور ار، ماشي سور ار عفوا، سور لا دومين ديفينيسيون ديالها في المجموعه التعريف، وهذه الدومين ديفينيسيون ديالها هي ار. اجي نحسبوا الدومين ديفينيسيون ديالها. الدومين ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون راسيونيل هو ان هاد اللي تحت هذا شنو خاصو يدير، خاصو يخالف الناس صفر، يعني واحد زائد اكس زائد اكس او كاري خاصو يخالف الصفر. الوغ واش هذا كيخالف الصفر؟ كيخالف الناس صفر. علاش؟ لانه اكبر قطعه من الزيرو. الا حسبنا دلتا اكزومبل، حسبنا دلتا افترضنا ان هذا كيساوي زيرو، افترضوا ان سوبوزون كو ان هاد لا فونكسيون هاد ليكواسيون هادي كتساوي زيرو، نشوف واش عندها شي حل ولا ما عندهاش. الوغ فين راه بي اس اثنان؟ هو بي اس اثنان هو واحد، يعني واحد ناقص ربعة اسي، ربعة ا هي واحد سي هي واحد، يعني غتعطيك ناقص ثلاثة، يعني نيجاتيف. الا كان نيجاتيف يعني ما كيقبلناش واحد الحل سيغ ار، يعني امبوسيبل تلقى واحد 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 النومبر في ار تعوضو هنا في اكس يعطيك زيرو، امبوسيبل. يعني هادي امبوسيبل تساوي لنا زيرو، يعني فاش معرفه هادي سيغ ار. سيغ ار يعني الدومين ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون راسيونيل هو ار، وحنا قلنا كما العاده اننا كنعرفوا انه توت فونكسيون راسيونيل اي ديريفابل اي كونتيني اي ديريفابل سور دومين ديفينيسيون نتاعها سي سامبلو، يعني ان هادي حتى هي مالها مزيان، حتى هي ديريفابل سور ار. يعني هنا غادي نخدموا لا تيوريم ديال الكومبوزيسيون، يعني ان عندنا ان ارك طونجون دو اكس ديريفابل سور ار، وعندنا واحد على واحد زائد اكس او كاري ديريفابل سور ار. سي سامبلومون الى حسبنا جيرون اف اكسيتيرا ديالها راه حتى هي ديريفابل سور ار. دونك نحط لكم الرابيد الكور هنايا باش اننا باش كون ضبطوا المسائل ديالكم. اجي نحاول انني في الجواب ديالي انني نسمي، الوغ نكتبو هكا ونا بوز اكزومبل f de x la fonction f de x ou il y a le arc tangent de x. Bien. Donc on a à un arc tangent de x est continu et dérivable sur R et une fonction continue. Voilà. On a pas dit continue, ça peut être tangent directement dérivable et une fonction dérivable. Dérivable sur R. Mais bien. Et on a واحد la fonction اخرى نسميوها g. La هذه سميناها g. نسميوها u. La fonction u de x كتساوي لنا واحد على واحد زائد x زائد x au carré et une fonction continue f1 et en fonction dérivable, oui, la continue dérivable sur R. Et on a le grade de la dérivable. Alors, je vais mettre pour f rond u, qu'est-ce que c'est, oui, arc tangente de x, il y a ux, il y a une واحد là. زائد x زائد x او كاري اي ديريفابل سور ار. سي تري بيان. دابا خدمنا ديما، راه كنقولها لكم ديما حيت نشوفوا
دالة مركبة كنحاولو نخدمو لي تيرم اللي عندنا في الدالة المركبة صافي باش نبينو أن ديريفابل كونتيني إكسيتيرا. مزيان، دابا بينا أنها ديريفابل سور إير. دابا نقدرو عندنا الحق أننا نحسبو الإشتقاق، يعني دابا عندنا الحق أننا نحسبو الإشتقاق ديال أش ديال إف غون أو صافي. الإشتقاق ديال إف غون أو هو كيساوي لنا عفوا أو أو بريم. انا سميتها U، يعني تقدر تسميها اي سميه، تقدر تسميها اش اي حاجه. عندك U بريم فوا اف الاشتقاق ديال اف وي غون U صافي. سي تري بيان. دونك ها هي القاعده ديالنا شي سامبلومون. شنو كتساوي لنا الاشتقاق ديال U؟ شكون هي U؟ هي هذه، هي واحد على واحد زائد اكس زائد اكس او كاري. غنديرو لها الاشتقاق. مزيان، الاشتقاق ديال هذا هو ناقص الاشتقاق ديال التحت. شكون هو؟ هو واحد زائد جوج اكس مقسوم على التحت او كاري، يعني واحد زائد اكس او كاري. سي بيان، حنا درنا الاشتقاق، نجيو نكتبو هنا، يعني ناقص واحد زائد جوج اكس مقسومة على واحد زائد اكس او كاري الكل او كاري. مزيان، فوا اش؟ فوا اف بريم. شكون هي اف؟ هي لو ارك تونجونت، ياك ارك تونجونت اكس. ارك تونجونت اكس راه درنا لها الاشتقاق، عطاتنا واحد. ارك تونجونت هي ارك تونجونت اكس، قلنا ان الاشتقاق ديالها هو واحد على واحد زائد اكس او كاري. مزيان، الوغ يعني غادي نديرو دابا الاشتقاق ديالها غون اش غون او، يعني هذا الاشتقاق وبلاصت بلاصت اكس غنرو بلاصيوها بلا فونكسيون او دو اكس صافي. يعني تعطينا او او كاري، يعني شحال تساوي لنا واحد على واحد زائد. شكون هي او؟ هي هادي، هي واحد مقسومة على واحد زائد اكس او كاري كل او كاري صافي. مزيان، ولكن هاد او مالها؟ لكلش او كاري. راه درنا هي كل او كاري، هادي راه كل او كاري. سي تخي بيان. مزيان، نجيو نضربوها هنايا، يعني تعطينا فوا واحد مقسومة على واحد زائد واحد على واحد زائد اكس او كاري الكل او كاري. نقدر نهبطو هنايا اوسيتنا، لان واحد اوسيتنا تعطينا واحد. الو نكملو، نحاولو دابا نوحدو المقام هنايا. الى وحدنا المقام غنطيرو على هادي. دونك اشنو تعطينا؟ شوف معايا، واحد زائد جوج اكس يعني ناقص هنايا واحد. دابا هادشي بقى لنا اللي كالكولو صافي، ماشي شي حاجه اللي كتشرح شي حاجه بسيطه بزاف. واحد مقسومه، الوغ الى وحدنا المقام هنا تعطينا واحد زائد اكس او كاري الكل او كاري ما تنساش، ياك زائد واحد مقسومه على واحد زائد اكس او كاري الكل او كاري. دونك هادي نقدروا نطيروا على هادي، وهادي تضرب هنايا. دونك اتعطينا هادي في هادي، ما نساوش الناقص. هذا في هذا يعني واحد زائد جوج اكس. مزيان، هذا مشات مع هذا، تبقى لنا واحد واحد في هذا، يعني تبقى لنا نفس الحاجة. تبقى لنا واحد زائد اكس او كاري الكل او كاري زائد واحد. الو حنايا حسبنا الاشتقاق ديالنا صافي. وهنا ضروري انه بوغ توت اكس كينتمي لإير، ما عندناش المشكل صافي، لأن هذا ها أو كاري بوزيتيف، دونك ما عندناش المشكل. يعني بوغ توت إكس كينتمي لإير، راح نحسبنا الإشتقاق اللي ياك. سي بيان، هذا هو لا كيستيون دو، حنا خدمناه. دابا نمشيو لا كيستيون 3. قال لك مونتخي كو بوغ توت إكس أن لو أرك طونجون ديال إكس بلس أن ناقص أرك طونجون ديال إكس كتساوي لنا أرك طونجون ديال واحد مقسومة على واحد زائد إكس أو كار. هنايا ضروري أنني نكون حافظ لي بروبريتي لي سينوس ديال طونجون إكسيتيغا، خاص تكون ضابطهم كاملين صافي، لأنه كيتحطو في ليكزام. دونك خاص تكون هادي حافظهم ضابطهم. اجي نديرو مراجعة باش انك الى نسيتيهم. ندير مراجعة بالنسبة للطونجونت سينوس كوسينيس، وبالنسبة للسينوس ايبيربوليك كوسينوس ايبيربوليك اكسيتيرا كوسيكونت اكسيتيرا، حاولوا انكم ترجعوا للكور وتراجعوهم. الوغ قلنا انه، تبع معايا، عندنا ان طونجونت دو ا بلس بي اش كيساوي لنا؟ طونجونت دو ا بلس بي كيساوي لنا طونجونت دو ا بلس طونجونت دو بي مقسومة على واحد ناقص
ناقص تانجنت دو ا فوا تانجنت دو بي. يعني هذه خاص تكون ضابطه. الا كان عندك البلوس هنا راه البلوس و موان، وهذا راه الضرب. الا كان عندنا الموان غادي يكون عندنا الموان هنايا، وهنا شنو غادي يكون عندنا البلوس. صافي سي تري بيان. هذا فيما يخص تانجنت. فيما يخص تانجنت دو ا حتى هي خاص تكون ضابطها. تانجنت دو ا اكزومبل دو ا شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا جوج تانجنت دو ا على واحد زائد تانجنت دو ا او كاري. صافي لا ميم شوز. حيت جوج ا بالنسبة لسينوس كوسينوس راح تكون حافظهم. بالنسبة لسينوس انت سينوس جوج ا شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا جوج سينوس دو ا. هادي راه كتحتاج هادي ما في الميكانيك دو بوان، في اي حاجة، في اغلبية في الميكانيك دو بوان كتكون خادم بها بزاف. صافي الو كوس كوس دو ا عندها ثلاثة ديال النتائج الا بقيتو عاقلين ليها. يعني كوس دو ا او كاري ناقص سينوس دو ا او كاري، والثانية وهي جوج كوس دو ا او كاري ناقص واحد، والثالثة لا ميم شوز هي واحد ناقص جوج سينوس ا او كاري. سي تري بيان. اشنو بقى؟ ايه بالنسبة لسينوس ا بلس بي نقدر نجبدوها كوسينوس ا بلس بي، راه شي حاجة بسيطة بزاف. الوغ سينوس سينوس ا بلس بي دونك هنايا كيكونوا مختلفين، كتكون عندنا سينوس في الكوسينيس، سينوس ا في كوس بي مزيان، زائد سينوس بي في الكوس ا. ما عندناش مشكل هنا. صافي يعني هنايا تبع معايا، الا كان عندنا بلس كيكون بلس بالنسبه للسينوس. صافي و الا كان عندنا الموان كيكون موان. صافي سي تري بيان. و عندنا عاوتاني كوس، عفوا كوس دو ا، كوس دو ا بلس بي اشنو غادي يكون هنا؟ هنا سينوس كوسينوس، هنا كوسينوس كوسينوس سينوس سينوس. صافي كوس ا في كوس بي غير هنا الا كان عندنا البلس، ركز معايا هنا كيكون الموان كيكون الاكس. وهنايا سينوس ا في سينوس بي مازين، و الا كان عندنا الموان هنايا غادي يكون عندنا البلوس. سي تري بيان. دونك هادشي خاصو يكون محفوظ، دونك خاص تكون ضابطو لينا و كيتحط بزاف في ليكزام. حنا غنخدمو بهاد البروبريتي ديال الطونجونت. الوغ علاش غنخدمو بهاد الطونجونت؟ مازيان غنشرحكم علاش. الوغ حيدو اول حاجة غنقولو اون هاهي اون بوزون اون بوز كو ا هاد ا هادي هي اللي نديروها انها كتساوي لنا لو ارك، لو ارك تانجونت ديال اش؟ لو ارك تانجونت ديال اكس بلس بي، اكس بلس ان مزيان، و بي هي لو ارك تانجونت ديال اش؟ ديال اكس. مزيان. علاش؟ حيت اجي نعوضهم انا هنايا. شوف معايا طونجونت ديال ارك طونجونت دو اكس تعطينا اكس. مزيان طونجونت دو ارك طونجونت ديال اكس بلس ان تعطيك اكس بلس ان، وهنا لا ميم شوز دونك هطير على طونجونت و ارك طونجونت. سي تري بيان. اجي نكتبو هنايا نخدمو هاد البروبريتي. اشنو تعطينا؟ تعطينا طونجونت. تبع معايا طونجونت ا شكون هي؟ هي ارك، ارك طونجونت ديال اكس بلس ان. مزيان. حنا اش نخدمو؟ زائد ولا ناقص؟ على حساب ليكزيرسيس. حنا عندنا الناقص نخدمو العلاقه ديال الناقص، ها هي ناقص ياك ارك طونجونت نتا اكس. متفق معايا؟ اشنو خدمنا؟ خدمنا الناقص، يعني خدم لي الناقص، حيد لي هاد الفوقاني، يعني خاص تخدم لي البروبريتي ديال الناقص. اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا طونجونت ديال ا شكون هي؟ ا هي ارك طونجونت دو اكس بلس ان مزيان ناقص اش طونجونت ديال بي شكون هي؟ بي هي ارك طونجونت دو اكس. هاكاك هذا مقسوم على اش؟ على واحد زائد طونجونت ديال ا هو ارك طونجونت اكس بلس ان. سي تري بيان. فوا طونجونت ديال بي وهو ارك طونجونت، ارك طونجونت دو اكس. مزيان. غادي نشوف شحال كتساوي لنا. كتبوها هنايا. عندنا طونجونت
ديال ارك تانجنت دو اكس بلس 1 ناقص ارك تانجنت دو اكس شنو كيساوينا؟ ها انت شو معايا تانجنت ديال ارك تانجنت هو اكس بلس 1 يعني تعطينا هنا اكس بلس 1 هادي راه اكس بلس 1 هاي اكس بلس 1 يعني تعطينا اكس بلس 1 سي تري بيان ناقص هاي ناقص تانجنت شنو عندنا هنايا تانجنت ارك تانجنت دو اكس اش كيساوينا كيساوينا اكس اكس يعني تعطينا اكس مقسومه على اش واحد غتبقى زائد تانجنت ديال ارك تانجنت ديال اكس بلس 1 هي اكس بلس 1 اكس بلس 1 فوا اش نديرو الاقواس فوا تانجنت دو ارك اكس هي اكس فوا اكس مزيان الو الى حيدنا الاقواس هنا عندنا البلس ما كاينش مشكل نحيدو الاقواس يعني هذه تمشي لنا مع هذه غتبقى لنا شنو غتبقى لنا تبقى لنا الفوق واحد سي تري بيان هذه في هذه دونك يعني الى ضربنا هذه في هذه يعني تعطيك واحد زائد اكس في واحد اكس زائد اكس او كار سي تري بيان ها هي دونك هذه عطاتنا هذه واش هي النتيجه اللي بغينا لا ولكن ها هي ارك تانجونت ديال اكس بلس 1 ناقص ارك تانجونت دو اكس ها هي الدخل بغيناها اشنو ندخلو هنايا ندخلو ارك تانجونت دو ارك تانجونت الا دخلنا ارك تانجونت هنا وارك تانجونت نلقاو النتيجه ديالنا يعني الا دخلت انا ارك تانجونت هنا هي ندخل انا ارك تانجونت فاش ندخلو لهذه يعني هذه عطينا التانجونت ديال اش هي الارك تانجونت دو اكس بلس 1 ناقص ارك تانجونت دو اكس مزيان اشنو كيساوي لنا ارك تانجونت ديال تانجونت كيساوي لنا الشيء اللي بين قوسين هو صافي دونك هادي اشنو غتساوي لنا غتساوي لنا ارك تانجونت ديال اكس بلس 1 ناقص ارك تانجونت دو اكس مزيان اشنو كتساوي لنا هادي دخلنا هنا ارك تانجونت حتى هنا خاصنا ندخلو ارك تانجونت ارك تانجونت ديال اش ديال واحد مقسومة على واحد زائد اكس زائد اكس اوكا مزيان الوغ هادي راه ديفينيسيون اير ما عندناش المشكل دخلنا الارك هنا ودخلنا الارك هنا سي تري بيان اشنو كتساوي لنا كتساوي لنا ارك تانجونت ديال واحد على واحد زائد اكس زائد اكس اوكا وهادشي اللي بغينا حنايا صافي هادشي اللي قالك ديمونطرينا حنا مونطرينا الوغ نمحيو هادشي ونكملو الكور ديالنا نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي بسيطه بزاف دونك غير خاص تكون ضابط ضابط الكور ديالك لان الكور هو اللي مهم مزيان كتحطو قدام والحلول راه كيجيو بكثر التمارين صافي كتولي كتضبط المسائل ديالك كاملين الوغ نكملو دابا كيسيون 4 قالك سوا لا سويت soit la suite en définie par عندنا واحد لا سويت en هي en شنو كتساوي لنا كتساوي لنا arc tangente ديال اش ديال واحد مقسومه على واحد زائد n زائد n او كاري مزيان la première question قال لك donne une expression simple دو اس ان مجموع لا صوم حيت كنقولوا لا صوم اول حاجه قلنا حيت نسمعوا لا صوم ديال سويت اول حاجه كنشوفوا واش كاينه النوعيه ديال اللي تواجه واش جيومتريك واش اريتميتيك مزيان تا اول حاجه كنشوفوا واش جيومتريك ثالث حاجه ثاني حاجه كنشوفوا واش اريتميتيك ثالث حاجه الا ما كانت لا سويت جيومتريك لا اريتميتيك كنشوفوا بعض لي بروبريتي شفنا في ماشي بروبريتي الاسئله اللي كانوا سابقين اكسيتيرا كنخدموا صافي هادشي راه تطرقنا له في الحصص فيت اهم حاجه اشنو عندنا عندنا اس ان هاد لي سويت هادي واش انا عارفها اريتميتيك ولا جيومتريك لا ما عارفهاش سي تري بيان يعني غادي نخدم بالاسئله السابقين يعني غادي نقدر انني نفرقها نحسبها اون جينيرال اكسيتيرا مزيان اس ان ها هي قال لك كالكولي اس ان شكون هي اس ان هي اي واحد شكون هي اي واحد اجي نحسب انا اي واحد نحطها هنا هي ارك تانجونت واحد على اي واحد واحد زائد واحد يعني ثلاثة هنا الا درنا بحال هكا بحال هاد لا تكنيك ما تخرجناش صافي
Donc, hein, tu as dit زائد arc tangente ديال عاود ثاني تعوض بجوج اكسيتيرا، لا ما تخرج لك هكا. ولكن حنايا باش غنخدمو، غنخدمو بالسؤال اللي قبل منه. هذا راه ماشي عطاك غير هكاك، هذا هو اللي غادي نخدمو. دونك هادشي علاش قلت لك خاصك تركز في الامتحان، صافي. الوغ يعني حنا ما نخدموش بهاد لي سويت. هاد لي سويت هادي شنو كتساوي لنا؟ هي هادي، فانها كتساوي لنا ارك تانجونت ديال اكس بلس 1 يعني ان بلس 1 ناقص ارك تانجونت ديال ان. كما كنلاحظوا هادي الا درنا بلس 1 بلس 2 اكسيتيرا او 1 اي بلس 2 غادي نبقاو نختزلوا، وغادي نلقاو هادي راه خدمناها في لي سويت بحال الكتابه، خدمناها في لي سويت صافي. لا سوم ديال هادي خدمناها في لي سويت. الوغ دابا نحسبوا لا سوم ديالها اس ان. مزيان، دابا عاد نقدروا نعوضوا بشكل مباشر. يلا شنو غادي نبداو؟ غنبداو ب او واحد، يعني ان نعوضوها بواحد تعطينا ارك طونجونت واحد زائد واحد جوج ناقص ارك طونجونت، هادي راه خدمناها في لي سويت الا بقيتو عاقلين، زائد الوغ غنعوضو عاوتاني بجوج. الوغ جوج زائد واحد ثلاثة، ارك طونجونت ثلاثة ناقص ارك طونجونت شحال؟ جوج اكسيتيرا، حنا ماشيين زائد ارك طونجونت باش نعوضو بثلاثة، ثلاثة زائد واحد ربعة ناقص ارك طونجونت ديال اش هكاك ديال ثلاثة اكسيتيرا زائد، وحنا ماشي حتى الاش حتى الزائد او ان، يعني نعوضوها بان، يعني ارك طونجونت ان بلس ان ناقص ارك طونجونت ان. مزيان، شكون اللي كيتختزل هكاك؟ شكون اللي كيتختزل عندنا؟ تبع معايا، عندك جوج مع جوج ها هي كتختزل، والثلاثة غتختزلنا مع ثلاثة مزيان، والربعة غتختزلنا مع الربعة، والخمسة غتختزلنا مع الخمسة، الستة مع الخمسة اكسيتيرا ياك، و ان مع الان. سي تخي بيان. اشنو غادي يبقى لنا؟ يبقى لنا هذا وهذا، يعني ان اس ان شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ناقص ارك طونجونت واحد ياك زائد ارك طونجونت ان بلس ان. مزيان، ارك طونجونت واحد شحال كيساوي لنا؟ ارك طونجونت واحد، ارك طونجونت واحد الى حسبناها تعطيك بي على 4 ياك، بدا بي على 4 يعني تعطينا موان بي على 4 بلس ارك طونجونت ديال ان بلس 1. فاحنا حسبنا اس ان صافي. سي تري بيان. هادشي اللي قالك طوني ان اكس ان اكسبريسيون سامبل ديال اس ان، حنا جبنا واحد اكسبريسيون سامبل بسيط بزاف صافي. دابا نشوفو اخر كيستيون اشنو قالك. قالك مونتري كو لا سويت او ان اي كونفيرجون. مزيان، حيت كنقولو كونفيرجون عندنا ثلاثة د لي ميثود. لا ميثود السهلة وهي كنحسبو لا ليميت، واش عندنا القدرة نحسبو ليميت لي سويت؟ أول حاجة كتشوف عندك القدرة كتحسب ليميت، لقيتي في ليميت عندها جوج حلول راه ديفيرجونت صافي. لقيتي أنها بلوس انفيني ديفيرجونت، لقيتي موان انفيني ديفيرجونت، نو با دو ليميت ديفيرجونت. فوقاش كتقول كونفيرجونت؟ إلا لقيتي ليميت اونيك صافي وحيدة. سي تري بيان. اما بالنسبه لا ميثود الثانيه، وهي اننا الا قدرنا نبينو لي سويت ديالنا واش كرواسونت اي ماجوري. الا كانت كرواسونت اي ماجوري يعني انها كونفيرجونت، كانت دي كرواسونت اي مينوري فانها كونفير، دي كرواسونت اي مينوري فانها كونفيرجونت. لا ميثود الثالثه وهي لا سويت دو كوشي، كنخدمو التيوريم دو كوشي اكسيتيرا صافي. هاد ثلاثه الحاجات الا ما طبقاتش الاولى كنشوفو الجوج، الا ما طبقوش بجوج كنشوفو كوشي التيوريم دو كوشي كتجيب لنا الحلول. دونك حنا عندنا اس ان كتساوي 1 على 4 بلس لو ارك طونجون دو اكس دو ان بلس 1. هنا نقدروا نحسبوا الليميت شي سامبلومون. الا حسبنا الليميت هو قالك لا سويت اس ان، يعني نحسبوا الليميت ديال اس ان حيث ان كتمشي بلس لانفيني. اشنو كتساوي لنا؟ ناقص بي
على 4. الوغ اك طونجونت حيت كيمشي لنا البلوس من الانفيني اش كيمشي؟ كيمشي البي سور دو. هانتوما ها هي اك طونجونت الا جينا نرسموها ها هي اشنو قلنا دايره بحال هكا حيت حنا كنمشيو للبلوس لانفيني ها هي مشينا للبلوس لانفيني الداله ديالنا اش كتمشي كتقترب لاش لهذا شكون هو هذا بي سور دو يعني حيت كنحسبوا ها هي بلوس لانفيني زائد واحد بلوس لانفيني يعني اك طونجونت بلوس لانفيني يعني بي بلوس ان بي بلوس بي مقسوم على 2 صافي مزيان الا درنا هذا زائد هذا نوحدوا المقام يعني 4 جوج هذا مع هذا دونك كتعطينا بي على 4 مزيان واش كونفيرجونت كونفيرجونت علاش لانه ابارتيان ا ار دونك لا سويت ديالنا اي كونفيرجونت مزيان الوغ نكملوا دوني سا ليميت حنا حسبناها اصلا صافي سي تري بيان هو قال لك هاد دوني سا ليميت غير باش يخربقك في السؤال فهمتي باش نتايا حيت تشوف دوني سا ليميت تقول كيفاش راه ما نخدموش لا ميثود ديال لا ليميت ولكن راه خاص تخدم لي ميثود ديال ليميت هنايا لانها باينه صافي حسبنا ليميت عطاتنا بي سور 4 ابارتيان ار دونك راه ديفير كونفيرجونت يعني ان لا سويت اس ان اي كونفيرجونت convergente, c'est très bien. Alors, à ce qui est fait de l'histoire, l'histoire, j'ai dit, Allah, nous avons une partie de la préparation. Nous avons une analyse de l'histoire, les fonctions arc, cosinus, cotangente, etc. Les exercices, j'ai dit, Inch'Allah.